طبعا هذا الغاز اللي يطلقوه لا مسيل دموع ولا يمد دموع. يعني هسه من ساحة الخلاني واني هسه بسوق هرج، غازك مفعوله كلش قوي خنق العالم كله. يعني اليوم 15/11 الحكومة استخدمت غاز بحيث ثبت القنابل بساحة الخلاني. هسه احنا بساحة التحرير، هاي قريب ساحة التحرير والعالم كله مختنقة. يعني اليوم رشوا علينا سم، هذا غاز سام. وين المنظمات الدولية؟ وين مجلس الأمن من هاي الجرائم؟ هاي حكومة الميليشيات تقتل الشعب العراقي. هاي راح أوصل التحرير وأشوفكم، هاي من الخلاني للتحرير خنقوا العالم كلها. آه.